وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانوني مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وذكرت المذكرة الإضاحية لمشروع القانون أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدود الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم بموجب التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي من 36,000 إلى 45,000 جنيه. نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بالتعاون مع شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز يوماً تعريفياً لأولياء أمور الطلاب المقبولين من مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر. هذا وقد تم قبول 100 طالب وطالبة لتفادي حدوث أي كثافة طلابية، وذلك لضمان كفاءة سير العملية التعليمية بالمدرسة. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%. كما أشارت لاجارد إلى أن موقف احتياطات الغاز في أوروبا تظل أفضل من ذي قبل، لافتة إلى نجاح الاتحاد الأوروبي في تأمين أكثر من 90% من احتياطاته من الغاز بحلول سبتمبر 2023. هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونزل المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1.6% مسجلا أكبر تراجع منذ 10 أشهر. وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي 0.6% في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وخلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض، أكد وزير النفط العراقي أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل. ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وصولا إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ودعم النمو السنوي للاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزانة الدولية بنسبة 18.5% إلى نحو 36.3 مليار دولار. كما ارتفعت الاستثمارات في الذهب بنسبة 23.2% إلى نحو 2.82 مليار دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما إلهام وإيمان. شكرا لك شروق.